أسعد الله مساءكم بكل خير. أعزائي، موقفنا الليلة ظريف وطريف في نفس الوقت. طلبنا من أحد الأخوان المثرين أن يجلس على عربية معاق، وفي هالأثناء يطلب المساعدة من أحد الضيوف، وطلبنا أيضا من أحد الممثلين أن يدخل. في دخول الممثل الآخر اللي جالس على العربية يوقف وينحش. طبعا هنا أكيد فيه ردود فعل، مش رأيكم نشوف ردود الفعل مع بعض؟ تعال 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 تعال. هذا مريض عندك المستشفى؟ ما مريض ولا منعرفه، بس تجيتني انا قال لي اجلس دني ساعدني. هذا ما صدقت اني اشوفه، ما صدقت اني اشوفه، حرامي هذا حرامي. تعال غريبه، جيبه لي. عطني اسمه. ها؟ عطني اسمه. اسمه؟ ايوه. انا اعرف اسمه من وين يا اخي؟ يا اخي اسمه، يا اخي كان عندكم مريض هذا، انا اعرف هذا. انا ما اعرف ولا شفته، قلت لك انا طالع من العياده وقال لي ارفعني ادله ساعدني. ما شلون تبغاني اصدقك؟ انا ما صدقت اني اشوف، ماني مصدق ولا انا مقتنع في الكلام هذا. اها. جيب لي اسمه. ما اجيبه يا اخي. يا اخي جيب لي اسمه لو سمحت. ما اجيبه. اقول لك جيب لي اسمه، لا تكثر الكلام. ما اعرف اسمه يا اخي. يا اخي جيب لي اسمه لو سمحت، انا ما صدقت اني اشوفه. ما صدقت. ايش الكلام هذا؟ انت مجنون يا زول؟ يا زول انا صاحي. خلاص خلينا نشوف البوليس. تعال بلا البوليس يا اخي. تعال بلا بوليس. والله العظيم انت، انا اطلع عينك. طيب ما هو مشكله، يلا. تفضل معنا. ما في كلام زي ده، انتظر. تفضل معنا ضيف الكاميرا الخفية يا استاذ. مساك الله بالخير. انا نزال انا. انت انت ايوه انت. تعال تعال تعال. من هو هذا؟ تعرفه؟ ما أعرف. هذا سارق من بيتي ابن حلال حاجات واجد. هذا ما أعرف. شو اللي ما تعرفه؟ شلون تدفع؟ جايبه أنت؟ منين جايبه؟ يا أبوي رافع أنا. رافع هذا يقرب لي. ها؟ رافع أقول لك يقرب لي والمشترك وياه في مشكلة يا أخو. وخر الله يرحم والديك، خلنا نتفاهم معه. وش اللي؟ خلا بس معناه كلش. وش لقي في الشارع هنا ودفع وراه؟ أقول ما دفع، أقول لك يعرفه هذا ابن حلال. هذا ما صدقت إني ألقاه. أقول. ماني فاكه، ماني فاكه والله. ما رفاك مرة أبدا، أبى برود حرتي فيه ولا في ذاك، واحد منهم جبه. ها؟ عندك مين ولا خليه؟ أقول لك خليك ربي بس، يخرق بس. أقول لك لو سمحت أنت ما تدخل في الموضوع. كيف ما يدخل خويه؟ ما يدخل. شو اللي خويك ابن حلال؟ أنا شايف يدف، شايف بعيني. وخر أنت ولا لا؟ ما أخوي ماني موخر، لأنك تفهم معي يا أخوي. وخر أنت ولا لا؟ أقول لك لو سمحت بس وخر أنت. فك بس. مقدي. إيش أخ؟ شيك أنت كذا؟ أقول لك راح يا رجال، لا تعفط ولا تسوي لنا زحمة ابن حلال. أدخل. وخر وخر بس وخر. واخر يا رجال. هذا 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 معك هذا؟ هذا معك؟ هذا أنت ضيف معنا في الكاميرا الخفية يا أستاذ. يا الله. تعال 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 تعال. ما أدري مين هذا؟ ما أدري مين هذا؟ ما أدري ما أدري. ها؟ ما أدري هذا مين؟ ما ادري انا. ما هذا علي بابا، علي بابا، علي بابا في شيء حاجه اغراض. انا ما ادري انا. ما ها؟ ما ادري. انت سوا هو؟ انا سوا سوا؟ ما في ما في الا سوا انت وياه. تعال هنا، تعال تعال. من هاش ايش ما في؟ تعال حبيبي. انا ما في. ما انت سوا هذا؟ ما في. علي بابا هذا سوا ما في الا في انت. سوا تعال. ما في انا. ما في. اوكي نو بروبلم. كم بليز. ما في. شوي طابي انا. ما في ما في. خلاص ما في. خلاص تعال ما في مشكله. تعال شوف كده. ما في. تعال 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 تعال. صدق لا اجيبك، لا اجيبك. هين مين هذا؟ والله ما ادري. لا يا شيخ. اي والله ما تدري عنه؟ اقول طلع لي من الرصيف. علي انا؟ اي بالله. لا يا حبيبي. والله ما ادري عنه. هذا سارق بيتي كله، ما خلى شيء هذا. والله يقول طلع لي من. اقول لك تجيب لي السماء من الارض. ما ادري عنه. ما هو شغلي حبيبي. لا ما ادري عنه شيء. اقول لك. لا ما ادري عنه شيء. اقول طلع لي من الرصيف ده. لا تخليني اتفاهم معك.
والله ما ادري عنه شيء. لا تخليني اتفاهم معك. والله ما ادري عنه شيء. علمني باسمك كامل. بالله ما ادري عنه شيء. تحلف لي ما حد علي والله يقول طلع من الرصيد ده. اقول لك كلامك هذا ما يمشي عندي. طب ايه اللي ما يمشي عندي؟ ابغى اسمه الان ولا اسحبك انت وياه؟ يا اخوي انا بقول لك ما ادري عنه شيء بالله. اقول لك يقول طلع من الرصيد ده. لا ترى في راسي هذا حب ما طحن عليه. ايه عليه في راسي هذا حب ما طحن. لا تخلي الحين اتفاهم معك بالمقلوب لو سمحت. إيه؟ علمني باسمه ولا امش انت وياه اتفاهم معكم. دفك قبل شويه هو هذا دفك هذا. إيه؟ طيب تعال 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 فين شرطي كنا رافع. اقول لك بص 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 يا اخي بص معليش يا اخي